100 ملياردير و2500 من قادة العالم سياسيا واقتصاديا يجتمعون في جبال الألب السويسرية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي. للمزيد تنضم إلينا مباشرة من دافوس موفدة العربية نادين هاني. نادين أهلا وسهلا بك. يعني أنت اليوم متواجدة مع الـ 1%، هؤلاء بحسب آخر دراسة ممكن أن يشكلوا تقريبا نصف ثورات العالم أو ثروات العالم نادين في العام المقبل. على كل حال دائما في دافوس في كل عام في أمور مختلفة، وأنت غطيت هذا المنتدى عدة مرات، فما أبرز ما لفتك هذا العام في دافوس من ناحية المواضيع أو من ناحية الحضور؟ لارا صحيح بتكوني طالعة بالباص، بيكون قاعد معك بالباص شخص يعني ثروته قد ما رح نحكي قد ايه عبين ما تكوني منه تمريض بقاعة المؤتمر وبتتلاقي ببيل جيتس وانت كمان، فهذا جمال وسحر دافوس. كما ذكرتي لارا ايضا ياتي الجميع، يعني ياتي المليارديريين الى دافوس لانه اولا ليستمتعوا بالمناخ والجمال، يعني جمال الطبيعة وهلا طلعت الشمس شوي، ولكن ايضا يتعرفوا على أناس جدد ليجددوا صداقات قديمة وأيضا يوسعوا أفاقهم. دافوس بتوسع الأفاق فعلا وبتتعلم شيء جديد كلما كنت هنا. فمثلا نحن دائما نهتم بالشق الاقتصادي ونخصص له جزء كبير، وهلأ معي مقابلة نتحدث عن هذا الموضوع، ولكن أيضا نحرص على حضور جلسات لنوسع أفاقنا ونفهم مواضيع جديدة. مثلا هلأ كان في جلسة عند Human Mind، العقل الإنساني، ففي ساينتست عم بيفسروا ما هي أبرز يعني الأمور الجديدة التي توصلوا إليها بهذه البحوث. في أمر ملفت جدا أيضا، مديتيشن كل يوم الصبح. دافوس يبدأ هذا العام مع 15 دقيقة تأمل لمن يريد أن يحضر هذه الجلسة لحتى يبلشوا النهار بذهن صافي. مبادرة جميلة جدا هذا العام اسمها Walk for Education، الجري من أجل التعليم. هذه المبادرة تستطيعين إذا كنت دلقت أن تمري بأحد الكيوسك وتضعي وهذا عم تشوفوا على الشاشة البيدوميتر اللي هي السوار الإلكتروني اللي بيعمل measurement يقيس عدد المشي، حجم المشي اللي بتعمليه باليوم الواحد أو خلال دافوس. وكل ما مشينا 6 كيلومتر بنك UBS يتبرع بدراجة هوائية بايسيكل لطفل في أفريقيا لكي يذهب إلى المدرسة، لأن هذا يشجع الأطفال للذهاب إلى المدرسة، لأن هذا عائق كبير موضوع ترانسبورتيشن. فمبادرة جميلة جدا من غير غيرها من المبادرات. يعني كنت عم بقرأ نادين في مناطق بجنوب أفريقيا يعني أقرب مدرسة بتكون 9 كيلومتر بعيدة. صحيح، وهذا هو الهدف بالفعل، لأنه عملوا دراسة أنه لما الطفل يكون عنده وسيلة تنقل إلى المدرسة بزيد الاتندنس وبزيد الافشنسي. فأمر جميل جدا، بتشوفي كل الدلجتس لابسين السوار لأنه بيعملوا اجريجيشن بآخر المؤتمر كم الكيلومترات اللي مشاها الدلجتس. أنت بتعرفي أنه نمشي كتير أكثر من 6 كيلومتر، يمكن أضعافها 5 مرات بدافوس، وبالتالي لحد صباح اليوم كان في 10,000 بسيكلات أصبح متبرع بها UBS بسبب الجري. في جلسة أخرى جميلة جدا عن المكافحة لنهاية العمى ب 2020. امبارح صادف وانا بالبص التقيت باحدى الساينتست اللي راح تكون موجودة على هاي البانل، وفسرت لي شوي شو يعني ماذا سيتحدثون في هذه الجلسة. احدى الامور هي مثلا الارتفيشال فيجن يلي هو الرؤية الاصطناعية عبر التكنولوجيا. هناك ايضا هي ستتحدث عن الستم سيلز، الخلايا الجذعية، كيف يستخدمونها من اجل ان يعملوا يطوروا قرنية جديدة ويعيدوا زرعها لينهوا العمى. فبالتالي يعني أمور جميلة جدا نستطيع أن نراها في دافوس، ولكن نحن دائما في الأسواق العربية يهمنا بشكل كبير الشق الاقتصادي، ولذلك نحاول أن نقابل الأشخاص التنفيذيين الموجودين هنا في دافوس. ومعي اليوم الرئيس التنفيذي لممتلكات الصندوق السيادي البحريني السيد محمود الكوهجي لنسأله عن الشق الاقتصادي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمود. لنبدأ أولا من دافوس ومناخ دافوس. نحن العام يعني كنا نتحدث انه بدافوس نحاول ان نتنبأ ماذا كيف سيكون العام 2015. اذا اردت ان تتحدث عن افضل سيناريو واسوأ سيناريو ممكن ان نشهده في منطقتنا في 2015، ما سيكون؟ انا اعتقد بيكون افضل سيناريو انه يكون هبوط اسعار النفط لن يؤثر سلبا بشكل كبير على اقتصادياتنا، وانا متفائل جدا بالموضوع هذا، واعتقد هذه افضل سيناريو. اسوأ سيناريو انه يكون في تباطؤ، واعتقد هذه بتفاوت من بلده لبلده. مملكه البحرين الاقتصاد البحريني لا يعتمد على النفط اساسا، بل يعتمد على الخدمات الاخرى، فانا اتوقع انه يكون في نمو
في الاقتصاد البحريني السنة هذه بغض النظر عن هبوط أسعار النفط؟ لنتحدث عن تأثير أسعار النفط عليكم، على مناخ الاستثمار، كيف سيؤثر عليكم تراجع أسعار النفط بأكثر من 50%، ونحن نعرف أن البحرين ستتأثر بالطبع من هذا التراجع؟ أنا كرئيس تنفيذي لممتلكات أقول أن هذا الوضع العالمي سوف يولد لنا فرص قد تكون مآتية أن نحن ندخل فيها. احنا لازلنا نبحث عن فرص استثمارية جيدة، واعتقد لان الاستثمارات احنا نقوم فيها طويلة المدى، بالتالي لازم تكون تتأقلم مع هبوط وارتفاع اسعار النفط واي اضطرابات اخرى تصير. احنا لازلنا بحماس نبحث عن فرص استثمارية كما فعلنا العام الماضي. ما هي الفرص بال 2015 اليوم اذا انت تنظر الى الاصول، مختلف الاصول الموجودة، برأيك اين الاستثمار الذي ستركزون عليه بال 2015؟ اعتقد احنا منطقة الخليج العربي منطقة واعدة، عندنا لازال في نمو اقتصادي، لازال في طلب متزايد من الاسواق المحلية، وبالتالي منطقتنا تمثل فرصة للشركات العالمية للدخول في منطقتنا، وبالتالي قد احنا نمثل نفسنا كشركاء لهم في المنطقة لدخول أسواق منطقة الخليج العربي. ماذا عن الأسواق العالمية؟ أنا أعتقد لازال في فرص، وإحنا نبحث عن فرص في الأسواق العالمية. أنا أعتقد يعني بغض النظر عن الوضع العالمي المتوسط، لازال في فرص استثمارية مآتية. إحنا نبحث عن الشركات اللي فيها إدارة قوية، إدارة تقدم. صراحة في العام الماضي دخلنا في أكثر أقسام، يعني العام الماضي مثل ما تعرفين مجموع الاستثمارات اللي دخلنا فيها كمحفظة كاملة كانت حدود مليار دولار، الصفقة كانت تلك المنطقة، وكانت توزع على قطاعات التعليم وتوزع على الخدمات على المصارف، وبالتالي نعتقد في كثير من القطاعات الواحدة. احنا نبحث عن الفرصة الاستثمارية بغض النظر عن القطاع. كيف كان أداء ممتلكات في العام 2014 أستاذ محمود، والآن مع التحديات التي واجهها 2015 كيف سيكون أداءكم في 2015؟ نادين في مشكلة بالصوت، نادين يجب أن نكتفي بهذا القدر لأنه في مشكلة من الصوت، صوتكم غير واضح، اعتذرين لنا من ضيفك. بدنا نعتذر منك أن صوتنا يبدو مش واضح على دبي. لا أرى بس نحاول نطول الموضوع ونرجع نتكلم بلقاء آخر. تماما، شكرا لك نادين. أكيد نادين نهاني منفذة العربية باقية معنا لتعطينا فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس.